2018 ووصافة أمم إفريقيا في 2017. أيضا هناك ثلاث تعديلات بالنسبة للمنتخب غينيا بيساو اللي بيغيب النهاردة كمان مدربه باسيرو كاندي لإصابته بالكوفيد. كارلوس كيروش الألغاز اللي لابد أن تتوقف والجماهير تترقب والكل بينتظر والأمال كبيرة النهاردة لدى الجماهير والشارع المصري لتصحيح المسار. السيد محمد شوقي وعصام الحضري طبعا في حراسة المرمى اللي نقول له النهارده كل عام وانت بألف خير عيد ميلاده 49 للأسطورة صاحب ال 159 مباراة دولية مع المنتخب الوطني وصاحب أربع ألقاب مع منتخبنا الوطني زي ما حقق أيضا النجم أحمد حسن أربع بطولات خلال أمم أفريقيا. حكم المباراة اللي هيدير هذا اللقاء أمامنا الحكم المباراة غياب عن التسجيل مع المنتخب وكرة أولى أمامنا هنا واحدة واحدة يا ولد كرة أولى محمد صلاح اللي لم يسجل في الست مباريات اللي خاضهم واللي منهم مباريات تصفيات كأس العالم 2022 خمس لتر من عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني اللي وضع بين بيلعبوا في الدوري البرتغالي على مستويات الدرجة الأولى والدرجة الثانية طبعا لاعب المنتخب غينيا بيساو. يعني مساحة غينيا بيساو دفاعاته اللي يحاول يضيق المساحات ويحاول يستغل المرتدات من أجل الوصول إلى خطف هدف وإرباك حسابات المنتخب المصري. لكن خبرات المنتخب المصري اللقاء أمامنا عمر كمال الكرات العالية مكمل أمامنا عمر مرموش لكن لسه كرة قوية إلى خارج. التجانس والتنظيم مهم لأن المنتخب المصري الحقيقة إذا أراد الفوز في هذه المباراة مطالب لم يتم قيده في الزمالك بعد انتقاله من نادي المصري الحقيقة لظروف منع القيد عن نادي الزمالك. على طول أمامنا هنا تدخل فاول لصالح ماما بالدي يلعب في تروى أمامنا أيضا كان لعب في 2019. انطلاقة أمامنا محمد صلاح وسقوط صلاح أمامنا هنا في هذه اللقطة محاولة التوغل لكن مقطوعة مرة ثانية. لعب الجابون والكاميرون وبوركينا كان ذلك استلام على طول من جانب ستيف امري ولكن المره دي قابله على طول فاول امامنا والحكم باسيفيك اللي كان ادار في الايام الماضيه كان ادار مباراه مصر وليبيا اللي كان سجل فيها عمر مرموش الهدف الوحيد وطول للخلف ستيف امري ولكن اول كوره من امري بعد مرور حوالي 9 دقائق. محمد الشناوي في حراسه المرمى اللي طبعا ده ونشوف امامنا اللي بالقدم الشمال خطره جدا من جانب اللاعب فالي ابراهيم كاندي كان اضاع في مباراه الماضيه اللاعب بيلي لاعب نادي موناكو كان اضاع امام السودان ركله جزاء ضمن السبع ركلات اللي احتسبت واللي سجل منهم اربعه وضاع منهم ثلاثه. فرصه امامنا بشكل رائع امامنا هنا في هذه اللقطه وفي هذه المحاوله خاض لقائين كاساسي في تصفيات المؤهله لكاس العالم امام انجولا امام الجابون وشارك ايضا بديل في لقاء أنجولا وكان على طول كرات الأمامية سريعة وطويلة إلى خلفيه استلام حلو يا ولد استلام حلو قوي وادي مصطفى راجل حط يا راجل حط القائم الشمال للمرة الثانية كرة مصطفى محمد لسه في خطورة فرصة كبيرة لكن حلوة اتعملت الربط حدث أمامنا أهو ما بين محمد صلاح واستلام رائع من مرموش ولكن مصطفى محمد اللي وضع هذه الكرة اللي في القائم لكن هجمة مصرية طويلة مرموش الفاعلية مهمة المهارة لها دور المنتخب المصري يملك الفرديات العالية اللي نتمنى إن شاء الله تتوظف بشكل يؤدي إلى أداء جماعي مقنع وممتع وتحصل المنتخب على إلى بيكيتي بريتو سيلبا ولكن المرة دي بفدائية أيمن أشرف إلى ركلة ركنية أيمن أشرف ما شاء الله أيمن أشرف اللاعبين اللي بيمتازوا الحقيقة بالإجادة قلب دفاع على طول لكن المرة دي التغطية الدفاعية على طول من سوري ماني ولكن يبدو هناك طبعا راية من المساعد أمامنا هنا المساعد الثاني النهاردة الموجود والبطولة كرات العالية أمامنا هنا الشناوي اطلع لكن إلى خارج الملعب أمامنا إلى ركلة مرمى خروج
تفوق في مباراة نيجيريا بشكل مميز الحقيقة. يعني الأمور اللي أمامنا الفنية والمسك واضح أمامنا هنا في هذه اللقطة، وممكن يكون معها العقوبة والكارت الأحمر، قد تكون هي العقوبة أمامنا هنا في اللقطة الماضية. كرة الأمامية واللاعب اللي أمامنا هو اللي ارتكب الخطأ، اللاعب جيبرسون. جيبرسون أمامنا، كرة انطلق فيها كان عمر مرموش، وادي جيبرسون اللي كان ثقة ومهمة. ادي عمر مرموش يا ولد، حلو حلو عمر، حلو عنده الثقة. ادي عمر مرموش اللي بقول لحضراتكم لاعب نادي شتوتغارت، ويسدد المرة دي. وشوف أمامنا هنا دكة البدلاء النهضة في غانا وبوركينا في 2017، وسجل في الكوربو وأوغندا في 2019، لكن كرة ترتد أمامنا هنا. الفاول حتى ما تلعبش بشكل صحيح. كرة متعلقة عالية، أيمن أشرف، الكرة الثانية مهمة، محمد صلاح في هذه اللحظات. أدي أمامنا أحمد حجازي يعكس كرة، لكن تطلع إلى ركلة ركنية رابعة. ضغط مصري، ضغط مصري. يعني الشوط الأول منتخب مصر حقيقة ضغط ووصل وصمال، يعلق الكرة العالية. عمر كمال، توقع يا مصطفى، توقع يا مصطفى، لكن على طول أوبا سانجنتي، أوبا يا مصطفى، ولكن على طول الكرة إلى خارج الملعب. كرة كانت خطرة جدا، ومفتاح لعب عمر وبقوة. محمد صلاح يلف الركنية على طول، حارس ليا عمرو يجرب حظه. عمرو يا ولد، يا ولد، يا ولد، عمرو السلية، عمرو السلية يا ولد، كرة مسددة يا ولد يا لعيب. ادي واحدة من الكرات، الحاجات المطلوبة، الحاجات المطلوبة. ودي الأول، ادي رأسية على طول، كرات العالية مزدوجة خلفية، لكن فاول، 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 ركلة حرة غير مباشرة على مصطفى محمد. ما تحصل عليه جيبرسون في الفاول اللي كان دي 34 بإنذار. عمر مرموش يلف الكرة، ترتد محمد صلاح على الكرة، يخطئها، يخطئها ماما بالدي ومحمد صلاح. الكرة لاعبين والحارس بالنسبة لغينيا بيساو. الكرة اللي بالعرض، حجازي توقع، يا حجازي توقع الكرات دي. ادي كرة نجم الشوط الاول اللاعب عمر كمال عبد الواحد، والكرة الى تتم كثيرا، لكن هي الادوار كده المكلف بيها. لعب اكثر مايل ناحيه عمر كمال. مره ثانيه كره تعود، يخلص على طول ايمن اشرف، ايمن اشرف، لكن تدخل يقدم النهارده في مباراه اليوم. اقتحام من جانب محمد النني، تدخل الظالم في الشوط الاول. انذار كان لبيكيتا سيلبا، لاعب اللي تلقى انذار رقم 18 في كره مع عمر كمال، وايضا انذار كان من نصيب جيبرسون اللي كان يصيره، ولكن الرقم الاهم حتى الان التعادل السلبي في اللي عايز يسدد. مصطفى تغير اتجاهها، تفقد قوتها. العب جماعي، العب جماعي، معاك صلاح، معاك صلاح يا مصطفى. مصطفى محمد امامنا اهو في اللقطه اللي فاتت في محاوله جديده في الوصول الى المرمى. يبدو في تعليمات بالتسديد البعيد، لكن كره سهله من مصطفى في الدقيقه 57 في ايد حارس المرمى منتخب غينيا بيساو. في مساحات امامنا، خطوره الموقف في هذه اللحظات. منتخب المصري عليه سلام من جانب زيزو، زيزو الزاويه دي، يا زيزو كره لكن الى خارج الملعب. أحمد سيد زيزو أمامنا هنا في هذه الكرة وفي هذه اللقطة في لقاء الدولي رقم 15. وعمر السلية يلعب على طول كرة في اتجاه محمد صلاح. هي 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 يا فرحة مصر، هي يا فرحة مصر، هي يا فرحة مصر. عمر السلية ومحمد صلاح بعد صيام ست مباريات عن التسجيل، يفتتح التسجيل ويعلن عن التقدم المصري في هذه اللحظات. أمامنا هنا مو صلاح، نجم مصر ونجم ليفربول وفخر مصر وفخر العرب، يسجل. يا على اللمسة الجميلة، ولا على الكرة اللي على الطاير، ومورا يفرح، والكرة العرضية، والتاني يا زيزو، التاني يا زيزو، التاني يا زيزو، على كرة، كرة حلوة قوي من عمر كمال، ولمسة من جانب زيزو اللي عمل كرة ايه. لكن ايه حكاية القائم النهاردة، ايه حكاية القائم. بص عمر كمال عم بخلاف الفوز على زيمبابوي والخسارة كانت امامنا جينيا. يا ساتر يا رب، يا ساتر، يا ساتر، يا ساتر، امامنا هنا. والهدف اللي بيسجل عن طريق اللاعب ماما بالدي، ماما بالدي في وسط هذه الغفلة، واللعيبة المنتخب المصري بيحتاجوا امامنا هنا. الكرة اللي فاتت ماما بالدي، ماما بالدي يضع كرة صعبة قوي قوي في لحظة ايه، لحظة من بس فيك هيروح يشوف فيك. طبعا نادي بيها ونياما يعود امامنا حكم اللقاء، والقرار امامنا هنا. فاول، فاول، مفيش جول. يا على الفرحة، يا